ماما نصحتك قالت لك ما تثقيش في الرجالة. قلت لها عندك حق. ما زي كل أم طبعا. ما كل أم تقعد تقول لبنتها كده. بس ماما كانت إيه يعني من حبها فيا وخوفها عليا كانت تقول لي ما تديش ثقتك قوي. أنا أصلي أولا صريحة زيادة عن اللزوم، ثانيا عاطفية خلاص عاطفية جدا، فبدلق وببقى هبل قلنا يعني. فبيني وبينك كانت تملي تقول لي لا مش 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 قوي كده يعني، كانت هي الكنترول بتاعي. قلت لها عندك حق. في بعض الحاجات طبعا كان عندها حق. اللي تقول عندك حق تتجوز 10 مرات اللي مش 10 على فكره، والله العظيم مش 10. لا حسبتهم. بصي استني بس انا مش فاكره هم كام بصراحه. هحسبهم معاكي. هحسبهم معاكي، ده احتمال كمان يكون واقع واحد او اتنين يا شيخه. والله خلاص بقى. بس دي حقائق اكيد مراحل في عمرك لازم تكوني بتحبيها.